رحت عم تخطب مع والدتك خطيبتك. خطيبتي ايه. هي وامك قاعده بتشوف هالصوره، شافت ابنها يلي كان صار لها محرومه منه 25 سنه. شو دخلني بالقصه كلها انا؟ عم بتفتش على هيدا الولد يلي فقدته من 25 سنه. هيدا الولد مين بيكون؟ انا عم بسألك شو بدك؟ علامة وثانية وحدة ممكن تغير لك حياتك. إذا العلامة موجودة بتأكد إنك ابنك.